الأخوات والأخوة الكرام، السلام عليكم. يعز على مركز الجالية العراقية أن ينعى إليكم أحد أعضائه الكرام، ألا وهو الأخ أبو حسن القصار الذي اغتالته أيدي الإرهاب والظلام أثناء زيارته لوطنه الأم العراق. ورغم أن الفقيد لم يكن حينها يحمل في السياسة ولم يكن يحمل سلاحا سوى حبه لوطنه وشعبه وأهله ومدينته، إلا أن قوى الشر التي لا دين لها سوى إراقة الدماء والعبث بأرواح الناس بمقدراتهم، والتي ماتت قلوبها وعميت أبصارها وصمت أسماعها عن قول البارئ عز وجل: ومن قتل نفسا بغير حق فإنما قتل الناس جميعا، فإنها أبت إلا ترتكب جريمتها وتغتال عزيزنا الغالي. لقد بدأ الفقيد أبو حسن رحلة المعاناة والاغتراب من الوطن الأم سنة 1978، هاربا من حكم الإعدام الجائر الذي أصدره نظام صدام البائد في حقه على خلفية انتماء ونشاطه في الحركة الإسلامية التي كانت تسعى للخلاص من ذلك الكابوس الذي يجتم على صدر العراق، فكانت سوريا هي المحطة الأولى ليغادرها سنة 1982 إلى أبو ظبي، واستمر هناك في نهجه السلمي الرافض للظلم وتسلط النظام البعثي وعبثه بمقدرات الشعب العراقي، حين رفض في حينها التعامل مع سفارة صدام في أبو ظبي ورفض دفع المال لما يسمى البدل النقدي لتمويل الحروب البعثية الظالمة، وهو ما لم يرف لسلطات الأمن الإماراتية آنذاك والتي كانت مضية في يد صدام، فقامت بسجن الفقيد 17 يوم تعرض خلالها إلى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ثم قامت بتسفيره إلى سوريا التي بقى فيها لغاية سنة 1989، حيث وصل إلى كندا بلده الجديد الذي وفر له الأمان ووسائل العيش الكريم. عاش الفقيد الحاج أبو حسن في كندا ولم يفارقه يوما هاجس زوال الكابوس الصدامي والعودة إلى العراق، واستمر في نهجه الوطني الصادق متحليا بالأخلاق الإسلامية الحميدة، وعمل على تكوين أسرة كريمة نرى ثمارها اليوم أمامنا في تحليهم بالقيم والأخلاق العالية. ومن ثم استبشر الخير عندما زال نظام الطاغية على أمل أن يعود العراق مهد الحضارات الأولى ومهبط الرسالات السماوية إلى سابق عصوره المزدهرة، إلا أن الجميع فوجئ بتلك الهجمة الظلامية المتوحشة الآتية من خارج الحدود والمدعومة والممولة من حكام تسلطوا على زمام وخيرات دولهم، فأخذت بالانتقام من شعبنا المظلوم الصابر والذي رفض حكم صدام، وأخذت بالانتقام من أبنائه قتلا واغتيالا، وآخر الضحايا هو شهيدنا الغالي. ستظل يا أبا حسن وناصر وأحمد دوما في ذاكرة إخوانك وأحبابك أفراد الجالية في الاغتراب، والصبر والعزاء لعائلتك المفجوعة برحيلك المفاجئ، ولكنها بكل تأكيد معتزة بنيلك مرتبة الشهادة. نسأل الله تعالى أن يرد كيد الإرهابيين إلى نفورهم ويخلص شعبنا العراقي المظلوم من شرورهم، وأن يتغمد فقيدنا الغالي الحاج أبو حسن القصاب بواسع رحمته، ويلهمنا وأهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد.
على الكلمة الختامية التبيينية نيابة عن عائلة الشهيد وأصدقائي في أخيها الحاج التي تطرح مني ضريبة. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. احبتي المعزين الاكارم، سلام عليكم. دعوني اخاطب شهيدنا علني افتح بابا يوصلني الى ساعه الوداع. حبيب الغالي ابو حسن، أقف بين يدي شخصك، أنا أعطيك وأدخل إلى عمق هويتك التي سكنت القلوب فشغلت مساحة حبك. لم نرك ثانية بوجهك الداعم سبحانك وبشاشة بقي صدى صوتك يا حبيبي تتناقله ألسن جدران أهل البيت، ألسن جدران مسجد أهل البيت عليهم السلام. ودعتنا ضحكات بصمت وصبر بعد أن اختزل لك الكل الكثير من الحب. لم يبق عندنا شيء نبحث عنه بعد أن داهمنا خبرك المفجر. كم تمنيت أن أكون معك أو أن أستغفرك في يوم الثلاثاء الفائت، ولكنك تأخرت عن الطائرة فنقل مقعد جلوسك رسالة حزينة بعد أن أفرغته أنت من مضمون وجودك. اختطفوك من قلوبنا فعدونا نخاطب الماضي فقط، ماضيك يعج بألوان الوفاء لدينك، لأنك من السابقون الأولون من أوائل أبناء الحركة الإسلامية الخالدة. أخاطبك أيها الغالي، وجودك أساسي هنا في مسجد أهل البيت عليهم السلام. أصبح مكانك حزينا يترج لنا صورا عن حركاتك، وهنا في مسجد أهل البيت عليهم السلام كنت تمتلك شخصية شفافة ترى من خلالها كيف تبنى الحياة الرسالية فتسقيها من مآق الروح. عندما تشاركنا في قراءة دعائكم أي كل مساء ليلة جمعة، تعقبها بزيارة لإمامك المفدى أبي عبد الله الحسين. وبعد نهاية مراسيم الدعاء والزيارة نتقاذف الحديث عن مواضيع الهم العراقي أحيانا، فكنت واعيا بتحليل الواقع. وعندما تحزون الملمات نلجأ إلى سعة صدرك ووجهك المبتسم الذي يمتص كل ذبذبات الغم ويلتهم سعير الهموم. نعم، لا تسام في التخفي عن الحق مهما بلغت التحديات، تستمد شجاعتك من صبر الحسين وصلابته. ولهذا عندما أسرك المبتورون سألك من أين أنت؟ أجبتهم بمسالة الواثق الواعي، أنا شيعي من كربلاء وأفتح لك. فنازلتهم بإصرار حجر بن علي الكندي وأعطيتهم دروسا للعزة، لأنك علمت بأن الحياة في التخاذل لا خير فيها، فاختالوا فيك البأس واعتدوا على مقدسات الحياة. وأنا أخف اليوم من حقي أفتخر بك قبل أن أؤذنك. نعم أيها الغالي أبو حسن،
والله وحشتنا وحشتك كبيرة ومكانك لم يشغل غيرك، صوتك المرهف عيناك العسليتان مشيتك أمام خيالي ثم حديثك المتوازن، لقد حركت فينا كل شجون الماضي لأننا لا نستطيع أن ننساه ولو للحظة. نعم رحلت عنا مبكرا ولا زالت روحك باقية ترفرف في آفاق الأخوة. أتذكر أخوك أبو علي حين حادثته عبر الحادث، سألته عن أخبارك لم يجبني إلا بكاء. حينها أحسست بهول الحظ فاشتعلت في دمعة العصية إلا على الأحبة. احتضنت ساعتها سهرات الهاتف وبكيت بعنف ومرارة وأنا أردد داري رحمنا يا أبو حسن، أولادك الأكبر حسن وناصر وأحمد تقاسمهم بالفراق، حاولوا أن يلحقوا الهزيمة بالخبر، التفوا حول أمهم المفجوعة فهزمتهم المفاجأة، حاولوا أن يتعاملوا مع ما يصلهم من طراوة مناقلة الأخبار، فلم يسعفهم إلا غياب الأب والعمود والوفاء ورب الأسرة. حسن كان يترقب وصولك، فرش لك زهور اللقاء بعناية، فودعك بدل اللقاء كما يودع ربك. ناصر أعرف أنه له علاقة متميزة بأبيه، كثرة اتصالاته بأمه من مكان عمله في هاليفاكس، يسأل عن وصول والده الذي غاب عنه خبره، فالتهب قلبه حنينا لرؤية والده الغائب. بعدها هدته صورا تنقل آلاما وشكون. أحمد اتصلت به قبل يوم المنتسب خبر اليقين، عين نفسه حارسا يراقب صوت الهاتف بعناية ولا زال صوته الحزين، ومن صوته الحزين شممت رائحة الوتر. زوجتك أم حسن، هل تأكدت أيها الغالي بأن مصيرها مرتبط بوصولك؟ فأولادك أحاطوها بعنايتهم المشددة كي لا يصيبها مكروه، عينها على الدرب تترقب رجوعك، كانت تحلم بساعة تراك فيها شاخصا بقوامك لتستمر مسيرة الحياة، ورأسك سالم يا أبو حسن. وأخيرا كلهم شاهدوا نعشك الطاهر يحمل على الأكتاف، وصورتك تربت وصورتك ترفع في أعناق أرض الفداء والبطولة، أرض كربلاء، فاحتسبوا أمرهم. فصبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وفي الختام تتقدم أسرة الشهيد السعيد الحاج أم حسن والعزيز حسن والحبيبان ناصر وأحمد بوافر الشكر وعميق الامتنان لكل من سعى للمشاركة في رفض هذا المجلس التأبيني بتقديم العزاء، كما لا يسعنا إلا أن نشكر الجميع لتجشمهم الحضور قراءة القرآن وانطلاقا من العمق المأساوي لشهدائنا لشهيدنا. ندعو الجميع إلى رص الصفوف والالتفات إلى خطورة التشرم والفرقة وعدم التهرب من المسؤولية والسعي لذوبان الخلاف والاختلاف، فجسامة الأحداث تنبئ بالمزيد من الحذر والحيطة. نسأل الله أن يسكن الشهيد الغالي الفسيح من جنانه، وأن يلهم أهله الصبر والسكينة والسلوان، ولأجل روحه الطاهرة نقرأ جواب سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اتصال هاتفي اليوم الشيخ أبو زهراء الناصري يعزي الجميع وبالأخص عائلة الشهيد بحق التعازي. والحادثة صارت
بعض الإخوان ما عندهم علم، هو كان متوجه من كربلاء إلى دمشق في سيارة أجرة مع اثنين من النساء والسائق، وقفوهم السيطرة الوهمية والإرهابيين في الأنبار، وسألوا السائق قالوا له أنت مين؟ قال لهم أنا من الأنبار، ظهر عند خويات تقدر استخدم هذه هذا. فسألوا الحجي قالوا له أنت مين؟ قال لهم من كربلاء، قالوا له شيعي لو سني، قال لهم شيعي اثنى عشري وافتخر. قالوا له تعال. سبحان الله، يعني هاي الحالة ثانية. أول ما سمعت الخبر توقعت إنه الحجي إنه يكون هو نزل عليهم، مو هم اللي يسمعوا عليه. بس وصلهم خبر إنه هيك، بس واحد ظن يتحفظ عليه طيب والإبادة. سبحان الله التحقيقات، وحتى السائق يقول إنه إذا شوف صلابة الحجي الشهيد وياهم يقول جسمي وشعري من صلابته وشجعته وياهم. فيا روحي طاهرة رحم الله من قرأ الفاتحة. الثاني يرحمكم الله. إن شاء الله يوم غد الأحد سوف يكون هناك يكون مجلس فاتحة في مؤسسة في حسينية الحوراء لزينب في منطقة الأسد في تمام الساعة 8:30 ابتداء بصلاة المغرب والعشاء جماعة، وبعدها مجلس الفاتحة وثم المجلس الحسيني على حب زينب عليه السلام. الثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على حب أمير المؤمنين الثاني رحم الله والديكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. زينب الثالثة بأعلى أعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على آل بيته الطيبين
من الظالم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه لا يسرف بالقتل إنه كان منصورا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لسلامة وتعجيل فرج صاحب الأمر طيبوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد على محبة الزهراء ثانية اللهم صل على محمد على محبة الحسن والحسين ثالثة بأعلى أصواتكم اللهم صل على محمد نعظم الأجر لكم جميعا بفقد أخينا المرحوم الحاج فلاح أبو حسن القصاب ولأسرته الكريمة على نحو الخصوص. الواقع وكما لا يخفى أنه الإنسان أعز مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى ولم يجعل هناك حرمة أشد من حرمة الإنسان، ولهذا الله سبحانه وتعالى سخر كل المخلوقات في خدمة الإنسان، لأن الإنسان هو الذي يقود الحياة، وأن الإنسان هو صاحب الرسالة، تلك الرسالة التي ما حملتها السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل سياجا يحمي به الإنسان من خلال القوانين الشرعية
التي جعله الله سبحانه وتعالى لمن يعقل قيمة الإنسان وعظمة الإنسان في واقع الأمر. ولهذا أخواني الأعزاء كل الشرائع المقدسة كذلك جاءت لخدمة الإنسان، سيرت كل المخلوقات كذلك لخدمة الإنسان. تلك الروح التي منحها الله للإنسان لا يستردها إلا هو، لأنه هو الذي وهبه تلك الحياة التي يستحقها ذلك الإنسان. ولهذا قال القرآن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. ولهذا يقولون إن لكل ملك حمى، وحمى الله سبحانه وتعالى حرماته، ومن دار حول الحمى أوشك أن يقع فيه. وحمى الله سبحانه وتعالى من خلال ما حرمه الله سبحانه وتعالى. نجد الروايات التي ترد في هذا المجال، لئن تزولا السماوات والأرض على أن لا يراق أو تراق قطرة الدم إنسان. الإنسان عزيز على الله سبحانه وتعالى. الآن لعله البعض يتحدث مع المسلم يقول له أنتم تتحدثون عن حرمة الدم وتقولون أن الدم حرام. الإنسان له حرمة وله قداسة، والإنسان قائد الحياة، والحال أن التاريخ الإسلامي حافل بالدماء. لا أبدا، الحروب التي خاضها الإسلام هي حروب دفاعية، لم تكن حروب انتقامية. ولهذا أخواني عمر الإسلام كدين وكعقيدة، دين المواساة ودين الرحمة ودين الإنسانية الذي جاء به النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما هذا إنسان ولا عالم إنسان. ولهذا أخواني هذا الإجرام والقتل لعله البعض والدموية هذه لم تنشأ بمسألة وراثية تعللها بجانب وراثي، لا، هذا فكر إن صح التعبير أن نعبر عنه بأنه فكر وهو لا فكر بالحقيقة، لأنه الفكر يطرع بفكر. أنت الآن حينما تتحاور مع إنسان بفكرة معينة مهما كانت عقيدته وديانته وأفكاره، إذا كان يتقبل الفكر تتحاور معه بفكر، لكن هذا بالحقيقة لا يحمل حتى أسلوبا للحوار، ولهذا لا تعبر عنه بفكر. هؤلاء أناس دخلت إليهم الطائفية والدموية كالفيروس الذي يدخل بالحقيقة بشكل سهل، ولهذا ذول الناس تشكل عندهم جملة من النقاط. أولا أنهم أعداء العقل، أعداء العقل، لأن العقل يقبل المنطق ويقبل الحوار ويقبل المبدأ الأساسي الثابت، لكن هؤلاء الناس لا يقبلون العقل. وأكبر دليل على ذلك هناك تتمة طبيعية لما سبق من المواريث التي ليست لها عقل، كالرضاع الكبير ونكاح الوداع وهالأمور التي صارت تأتي الآن، والتي إذا أردت أن تطرحها على الجانب العقلي والطبيعي لا تجد لها منشأ، فهي بعيدة عن المنطق وبعيدة عن العقل والمبدأ. هذه أول نقطة. فهم تجد بالحقيقة أولا أعداء للعقل الذي أراده الله سبحانه وتعالى للإنسان. اثنين، هم أعداء للإيمان، لأنه ليس في ديننا أخواني وفي عقيدتنا وفي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعند أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم الذين جاءوا بالتسامح حتى مع الأعداء. نحن نقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقف رجل أمام الجمع ويسحب النبي من قميصه ويقول له أنا بعتك فرس بثمانين دينار ولم تعطني المبلغ المال، والنبي يقول له أنا لا أستخدم قوتي وسلطتي معك، بل أنا أبحث عن شاهد يشهد لي بأنني قد دفعت لك ذلك المبلغ. هذا نبي الرحمة. كان ممكن النبي يستخدم القوة وهو قائد والسلطة،
لكن النبي نبي رحمة. ديننا دين رحمة، ديننا دين الإنسانية. ولهذا النبي يقول أنا ما أستخدم قوتي معك أبدا، أرجوك أي إيمان هذا الذي يحمله الإنسان. إذن هم أعداء الإيمان وأعداء القرآن كذلك، لأن القرآن يقول من قتل نفسا بغير حق أو فساد كأنما قتل الناس جميعا. وين وجه الحق الآن؟ إحنا لما نقول أن ديننا دين المسامحة والإنسانية، وأن الإسلام لم يخض حربا بالحقيقة إلا حرب دفاعية، نعم، ولهذا القرآن يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أي حق؟ كفر بعد إيمان. أرجوك أنت لما تقتل إنسان الآن، هذا الذي يدخل مثلا في مجتمع من المدنيين من الأطفال، الآن أنتم تشوفون أشياء بالحقيقة عجيبة. الآن يوقف هذا الإنسان يخلي له فرد سيارة أمام فرن للصمون، فرن صمون يأتي الطفل يأخذ. شوف أنت ضحايا، ضحايا الإرهاب، من طفل، من امرأة، وناس أبرياء، ها، وأناس حاملين راية الإسلام والإيمان والتسامح. فإذا هذا يحمل إيمان، هذا عدو للقرآن وعدو للإنسان. وبعد شوفوا إخواني، حتى نقف أمام هؤلاء الناس أنهم أيضا أعداء للإنسانية، للإنسان نفسه، لأن الإنسان الذي حفظ الله دمه هم يريقون دمه بلا أي مبرر ولا أي سبب. كذلك إخواني هؤلاء الناس أعداء للمواطنة، خونة. لأن شنو تعني المواطنة؟ المواطنة أن يجمعنا وطن مهما تعددت الطوائف والعقائد، مو؟ لكن المواطنة ما فيها بالحقيقة أنا أجي أحمل الطائفية لواء وأحمل العرق لواء، وهذا كله بعيد عن روح المواطنة بالحقيقة. المواطنة تعني الانتماء، والمواطنة تعني الحماية. أرجوك الإسلام يعطينا صور بالأخلاق أن نتعامل مع غير المسلم. هذا الإنسان الذي يدخل في ذمة الإسلام، شوف الإسلام كم هؤلاء الناس هم بعيدون عن الإسلام وعن حقائق الإسلام وعن روح الإسلام. وإلا هو الإنسان الكافر يشكل عبء على الله سبحانه وتعالى، حاشا لله، الله سبحانه وتعالى قوي. ثم أنه لما يقول الإنسان يقتل الكافر بعد إيمانه، بعد أن يرتد هذا الكافر، الكافر ما يشكل شيء على الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل لما يريد يحقق العدالة في الأرض يقول تقول لأي سبب أن يقتل الكافر؟ إذن لأن الكافر لا يحمل مبدأ. المبدأ أنت اليوم ما تخاف الإنسان، ترى حتى لو كان يحمل أي دين آخر ما تخاف منه إذا كان متدين، مسيحي متدين ما تخاف منه، لكن تخاف من الإنسان الذي لا يحمل القيم، وهو الآن هذا لا يقبل لا حوار ولا تفكير ولا نقاش ولا شاكل ذلك. شوف أنت، شوف المسألة كيف هي خطيرة بالواقع. الآن الدين الإسلامي يقول إذا كان جارك دين بغير دينك، إذا كان يحترمك يحترم عقيدتك ويحترم دينك، أنت كنت تبادل شنو؟ تبادل احترام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم، تعاملها ببر باحترام. هذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يقدم حتى لغير المسلم. يوم الأيام شاف رجل نصراني يتصدق، إلا ما لي أرى الرجل يتصدق، التفت إلى عبيد الله بن أبي رافع كان كاتب بيت المال، قال له سيدي إن الرجل نصراني مسيحي، قال وين؟ حتى لو كان نصراني أتعبتموه شغلتموه فحينما عجز عن العمل تركتموه يتكفف الناس، أعطوه من مال المسلمين. شايف؟ إن هذا أكو مسلم وأكو شنو؟ أكو مسالم، هذا ما معتدي عليكم، ما مخرجكم من دياركم،
ولهذه الحروب اخواني حروب دفاعيه كان يخوضها النبي صلى الله عليه واله او يخوضها امير المؤمنين صلوات الله وسلامه. هذا انسان مسالم اعطوه من بيت المال. شوفوا اخواني الاسلام كم هو عظيم. الاسلام يحترم حتى الاديان الاخرى، لكن اليوم يجيك واحد بالحقيقه لا يحمل اي فكره، لا يحمل اي عقيده، لا يحمل اي انسانيه. وإلا أرجوك الآن يعني بالحقيقة أصبحت يعني يتدخلون حتى بحرية الإنسان. المرأة التي قدسها الإسلام وأعطاها مكانة مرموقة أصبحوا الآن يعتدون حتى على النساء. فتاوى غريبة تظهر بهذا العنوان أيضا تسيس هذا الأمر. الفكرة جدا خطيرة تحتاج إلى وقفة في واقع الأمر، يعني ليست مسألة سهلة أخواني الأعزاء. ولهذا لما نقول كفر بعد الإيمان يعني الكافر لأنه خطير ما يحمل عقيدة من هذا الباب. العقيدة الإسلامية تقول هذا يقتل، أما أنت تجي تقتل إنسان بريء تشايف ينقل لنا في التاريخ أنه من أصحاب رسول الله ومن أصحاب أمير المؤمنين عبد الله بن الخباب. عبد الله بن الخباب أخواني شوفوا ذولا كانوا يجعلون نقط وسيطرات مثل ما فعلوا مع فقيدنا وغيره من المؤمنين ويغدرون بالمسلمين المؤمنين الآمنين. عبد الله بن خباب مر وكانت نقطة للخوارج. هذه المسألة ليست جديدة أخواني، قديمة. يعني أنا أتكلم معك على قبل 1400 وأكثر. زين عبد الله بن خباب يمر ويمر معه رجل نصراني، ذولا يشكلون نقطة عندهم كراهية لكل من يرتبط بأهل البيت وبمدرسة أهل البيت وبأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وصحيح يقول لك كان النبي صلى الله عليه وآله شن الحروب علينا، لكن السيف الذي كان قاطعا لرقابنا هو سيف علي بن أبي طالب. ولهذا عندهم بالحقيقة موتورين من علي بن أبي طالب، كانوا يقفون عند الكعبة ويمر شخص مثلا قتل أباه أخاه كذا يقولون له هذا قاتل أخيك، هذا قاتل أبيك، هذا يشيرون إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. أسست مثل هكذا مدرسة للعداوة وللكراهية لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. لما يمر عبد الله بن خباب ومع رجل مسيحي أو مشرك، هذا بالحقيقة مشرك، شايف يقولون أنا مشرك، يقولوا له أنت دخلت في ذمة الإسلام، انت شنو هويتك؟ يقول لهم انا مشرك. يقول له انت ذمي، دخلت في ذمه الاسلام، روح. انت شنو؟ ما الذي تعلقه برقبتك؟ هذا الاول يقول لهم هذا صليب وهذا بالحقيقه الانجيل ايضا انا حامله. اما انت يا عبد الله ماذا؟ قال انا احمل القران وانا صحابي لعلي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه. يقول له انت كتابك يامر بقتلك. قتلوا عبد الله بن خباب وكانت زوجته حامل، شقوا بطنها وقتلوا الجنين في بطنها كذلك. هذه حادثه ليست جديده اخواني. ولهذا القاتل الاسلام لما يجي يقول هسه هذا قتل على عمد مره، امير المؤمنين لما اوقفهم، شوفوا اخواني حتى الانسان يلتفت الى هذا المعنى المهم جدا. ذول الاعداء ذول ما عندهم حوار، امير المؤمنين جابهم القتله. وتترك القاتل يدور مثل ما نرى الآن، يسجن القاتل ويخرج من الباب الثاني يعود ويمارس قتله وتهديده. أمير المؤمنين قال لهم من قتل عبد الله؟ هذا الصحابي الجليل عظيم الشأن. ذولا بكل عنفوان قالوا له كل احنا قتلنا. قال لهم والله لو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يعني اعترف، لو اعترف الكون بأجمعه، لو اعترف جمعا بقتل عبد الله بن الخباب لامرت بقتله. شايف؟ اذا كان مجموع جمع وكل قال سيفي ضرب جسد عبد الله بن الخباب امرت بقتله. لكن الشريعه الاسلاميه اخواني ما تاخذ البريء. شايف؟ الشريعه الاسلاميه تقول الاعتراف سيد الادله، اذا واحد اعترف انني انا الذي قمت بالقتل يقتل. بس انت تجي تقول لي مولانا هو هذا التافه القاتل البعيد، ها تساوي مثلا برأس الذي يقتل، تقول هذه عدالة السماء هكذا. الله سبحانه وتعالى الحقيقة نفس بالنفس. صحيح انت ما تجي تجيب لك قاتل تافه كظلمة كصدام وأزلام صدام،
دولة بالحقيقة تساوي برأس الشهيد الصدر قدس الله نفسه مثلا، أو تساوي ببقية العلماء الشهداء العظماء، مو يساوون بشعر بشعرات. لكن أكو عدالة إخواني الأعزاء، هذا يأخذ عدالة السماء في الأرض، وهناك حساب إلهي رباني الله سبحانه وتعالى يحاسب هؤلاء. هذا الدين الإسلامي دين رحمة ودين إنسانية، لكن هؤلاء الناس لا يعرفون الرحمة. لهذا يقول الإنسان إنما يقتل إذا كفر، كفر بعد إيمان، زنا بعد إحصان. شوف الشريعة المقدسة، أو قتل العمد، هذا الذي يقتل عمدا تأخذه الشريعة لأنه قتل، تبقى حرمة الإنسان. والآن أصبحت تمتد الأيادي إخواني حتى إلى أجساد الموتى. مو حجر بن عدي على ماذا؟ الآن لما نتذكر نحن فقيدنا وشهيدنا الغالي الحاج أبو حسن فلاح القصار رحمه الله، الذي كان حمامة في هذه الأماكن في المسجد وفي المجالس الحسينية، رجل كان دائما وجهه مبتسما رحمه الله، يتألق نورا وافعا رحمه الله. أنا قبل استشهاده بأيام كان لي اتصال مع ولده الأكبر البار الحبيب حسن، صبر الله على قلبه وعلى تلك الأسرة الطيبة، وكان يقول لي شيخنا أنت في الكاظمية، كنت أتحدث معه على الفيسبوك، لا أنا في كندا ما زلت هنا بعد ما سافرت، قال شيخنا أدعو لوالدي فقط، أخذوه هؤلاء المجرمون لعله الله عز وجل يفرج عنا، ودعونا له، لكن الله سبحانه وتعالى اختار تلك الروح القوية التي كانت مرابطة وثابتة على ولاية محمد وآل محمد. بأن أخواني سبحان الله الذي يختار للشهادة ليس شخصا عاديا. الشهادة والشهيد أحيانا حينما نمر بكثير من العناوين، كل عنوان له وضع في المجتمع. يعني الآن لما تمر علينا كلمة الطبيب كلنا نقدر هذه الشهادة لأنها شهادة تخدم المجتمع، وإذا تمر علينا كلمة المهندس أيضا، والقانون كذلك، والفيزياء، كل شخص يحمي ويقدم خدمة للمجتمع نجد النفوس بالحقيقة تحترم هذه المهنة. لكن إذا مرت كلمة الشهيد تمر عليها هذا من النور. ولهذا العلماء يقولون حديث الشهادة حديث ليس بحديث رياضي فيزيائي، لأنه حديث روح وحديث معاني، تلك روح تسامت وارتفعت إلى درجات عالية. لأن لولا الشهيد لما قام الطبيب ومارس مهنته، ولولا الشهيد لما مارس المهندس مهنته، ولولا الشهيد لما مارس، لأنه أعطى قيمة للحياة. الحياة بحاجة إلى حرية، كل واحد يريد يمارس عمله يريد حرية، ولهذا الشهداء أعطوا، الشهداء أعطوا حتى يمنحون تلك الحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لماذا؟ لأنهم أعطوا حياة. الله يرحم أمين المنبر الشيخ الوائل يقول، خاطب الإمام الحسين يقول له: يا أبا الطف يا نجيعا إلى الآن تهادى على شذاه الرمول، توج الأرض بالفتوح فللرمل على كل حبة إكليل. سيدي أبا عبد الله أرجف أنك القتيل المدمى كذب، أو من ينشئ الحياة قتيل. تمام تتمولاي، أنت حياة فعلا. الشهداء يعطون حياة، والشهداء يصنعون ملحمة. كلنا اليوم المتغربون في كندا نفتخر بالحقيقة أننا لامسنا تلك اليد الطيبة، يد الشهيد الفقيد في يوم، وجالسنا ذلك الشهيد لأنه مفخر لنا. كما وقف حجر ابن عدي، حجر ابن عدي على ماذا؟ استشهد حجر ابن عدي على حب ولاية أهل البيت ولاية أمير المؤمنين. أنا الآن بالحقيقة وفي هذه اللحظات أتذكر مالك بن نويرة، أيضا هذا اسم يعني موالي في زمن رسول الله، رجل إعرابي كان يعيش في الصحراء لما حدثت حروب الردة، سموها حروب الردة، هو ليس مرتد هذا الرجل،
هذا الرجل قال لهم أنا لا أبايع إلا من أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وهو علي بن أبي طالب. فقطعوا رأسه، قصة معروفة لديكم، مالك بن نويرة قطعوا رأسه ووضعوه في النار حرقوه. شوف هذه المسألة مو جديدة، مو جديدة، خالد بن الوليد هذه القصة معروفة لديكم. وزنى بزوجته، زين هكذا التاريخ يخبرنا، زين اعتدى على زوجته. وحتى لما طبعا حرق النار ما وصلت إلى وجهه، قالوا لأنه لحيته طويلة ولهذا النار ما وصلت إلى وجهه. والحال هو رجل موالي مات على حب وولاية علي صلوات الله وسلامه. حتى تقول الرواية جيء بأسرته سبايا، تقول لما جيء بأسرته سبايا واحدة من نساء مالك بن نويرة نظرت وإذا بها ترى وجه علي بن أبي طالب وسلم. إذن أنت شايف يعني حب الولاية مو؟ الإمام علي عليه السلام يقول أما وأنكم ستدعون إلى سبي، يجي زمان يقول لكم تعالوا سبوا علي بن أبي طالب. إحنا ما عندنا في ثقافتنا سب، ها؟ ما عندنا هذا المعنى بالله. إنه القرآن صريح ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، أمير المؤمنين يقول هذا، لكن يقول يجي زمان راح يقول لكم تعالوا سبوا علي. أما وأنكم ستدعون إلى سبي، أما السب فسبوني. عجيب وش كثر صعب على الإنسان الموالي. الإمام يقول راح يجون دول الناس يضغطون عليكم، عرضوكم للقتل وللنار. أما البراءة، في رواية فلا تتبرأوا مني، وفي رواية إني على دين محمد. لأن البراءة من علي براءة منين؟ براءة من محمد، والبراءة من محمد براءة من الله سبحانه وتعالى. لأن البراءة فعل قلبي، أما السب فعل لساني قولي بالحقيقة. الإمام يقول أنت سبل بلسانك وإن كانت تصعب على الموالي، لكن لا تتبرأ مني. البراءة فعل قلبي، ولهذا تشوف بعض الموالين ما يستطيع لا بلسانه ولا بقلبه أن يتبرأ من عليك، فضلا عن قلبه لا يستطيع أن يتبرأ بلسانه. لهذا أخواني الأعزاء حجر بن علي ما تحمل لما كان زياد ابن أبيه، شوف زياد ابن من؟ من هو زياد؟ ابن أبيه، من هو أبوه؟ عبيد، لكن أبو سفيان زين معاوية قال هذا ابن أبي سفيان، ولهذا قيل ابن أبيه. زياد كان يشتم أمير المؤمنين، ما ننسى هاي ثقافة أخواني، ما ننسى يشتم أمير المؤمنين على المنابر، ها؟ ولهذا عمر بن عبد العزيز يقول أنا ما عرفت هذا الأمر إلا حينما رأيت والدي يخطب على المنبر، حينما وصل إلى شتم علي بن أبي طالب، إلى شتم أبي تراب، لأن دائما هم يخدمون الخطبة بشتم أبي تراب. يقول رأيته يتلجلج يحتار، قلت ما الذي يجري لك أنت خطيب مجلجل، شو الذي صار فيك؟ قال بني هذا علي بن أبي طالب، بدأ يذكر فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. شايف أنت؟ قال والله إذا وصل لي الحكم أنا أرفع سب وشتم علي بن أبي طالب، وقد وفق الرجل لهذا، وإلا 80 سنة يشتم أمير المؤمنين. بس حجر بن علي يوقف لزياد بن أبي، زياد بن سمية، ها؟ وعبيد الله ابن من؟ الذي قتل الحسين ابن زياد بن مرجانة. شايف من ذوات الأعلام، يا علي لا يبغوك إلا منافق أو ابن. فبالنتيجة حجر بن علي ما تحمل، لكنهم أجمعوا على أن يقتل هذا الرجل، رفعوا مذكرة إلى معاوية 50 توقيع بأن يغتال هذا الرجل الصحابي الجليل. وبالحقيقة تعرض للاغتيال مرتين، حتى قبر كسر عظم الإنسان ميتا ككسر عظمه وهو حي. تعرضوا إلى قبر وتعرضوا إلى قبور الشهداء. شاهد كلامنا، كلمة الحق، لكن حينما عرض على السيف قيل له تبرأ من علي، قال لا يكون ذلك أبدا. هو السيف رحم الله فقيدنا الحاج أبو حسن الذي راح شهيدا على محبة أمير المؤمنين وولاية أمير المؤمنين في تلك الأيام
التي يثبت بها ويثبت بها للعالم الإنسان الموالي مدى ولاه لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذا إخواني لا يساوى هذا بذاك، لكن بالنتيجة هذه سنة الحياة، وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا بالحقيقة إنسان، هذا سلوكه وهذه أخلاقياته، وإلا لما يجيبون رأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويقف ناصر آل محمد يقول هذا، يجيبون بعدين رأس ابن سعد بين يديه يقول هذا الرأس برأس أبي عبد الله الحسين، الله أكبر. ذاك الرأس إخواني الذي جاءوا به محمولا، هذا أحد المعادين يقول أخذ رأس الحسين صلوات الله خول أو خول ابن يزيد الأصبحي، بعض يقرأ خول ابن يزيد الأصبحي، يقول هذا جاء إلى زوجته وهو يحمل رأس الحسين، واضع رأس الحسين في إجانه، واضع في بيته، يقول لما دخل عليها قال لقد جئتك بخير الدنيا بغنى الدهر، قالت ما الذي جئت به؟ قال لها لقد جئتك برأس ابن الزهراء، الله أكبر. قالت له الناس يدخلون على أهلهم بالذهب والفضة وأنت تدخل علي برأس ابن الزهراء، لا جمع الله رأسي ورأسك على وسادة. يقول هاي المرأة خرجت ليلا مذهولة وإذا بها ترى نورا وضوءا من السماء وهاتفة تهتف، بني حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك وما عرفوا من هي أمك وأبوك. إذن الحزن والبكاء للزهراء، لواس الزهراء في هذه الليالي، يا أنا الوالدة أنا الوالدة والقلب لفا، الجسد مرمي على أرض كربلاء بلا رأس، الله أكبر. تقل أخويا نبي أشهد أمك وين أوديك وين أوديك، ما القلب وامشي وخلي، يا ما القلب وامشي، يا تفايا
برجليك يا وقت الفدا يا حصينا يا ابو
سورة المباركة الفاتحة.